يعني من صديق، لو انا بتكلم على الام ام ار ان ايه، اللي هو الام ار ان ايه والتركيب التخطيطي بتاعه، رسمه او شكله التخطيطي. فطبعا رسالته كانت باللغة الانجليزية، فهو عاوز الشريط اعيده بالشرح باللغة الإنجليزية، ترانسليت باللغة الإنجليزية. بدا إن شاء الله أنا هحاول، طبعا أنا هعمله إن شاء الله، قلت له هعمله خلال هذا الأسبوع بعد بس ما أختم اللغة العربية ده، وختمناها الحمد لله. وطبعا لو أي واحد عاوز أي حاجة في أي جزء، في أي باب، في أي درس، سواء لغة عربية أو لا، أو باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، فأنا مستعد أن ألبي له طلبه. وطبعا بس يا إما يكتب لي تعليق على اليوتيوب مثلا، وإذا كان يعني يقول لي بس الفيديو كذا أو اسم الفيديو اللي أنا كاتبه إيه، وأنا أوصل الفيديو وأترجمه باللغة الإنجليزية بالكامل وأشرحه باللغة الإنجليزية. لهنا وأقول لكم صباح على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.